موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. يحتفل الليبيون والعالم الإسلامي اليوم الثلاثاء الذي يصادف 12 من ربيع الأول بالمولد النبوي الشريف، ويحيي الليبيون المناسبة بإقامة حلقات الذكر بالمساجد، فيما تخرج فرق المألوف والأناشيد الدينية لتجوب الشوارع والطرقات العامة. هذا وستفرد قناة النبأ مساحة خاصة لرصد احتفالات المدن الليبية بهذه المناسبة خلال نشرتها الإخبارية وبرامج اليوم. أعلن مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس استقباله 20 حالة مساء الاثنين، ما بين حروق سطحية وجروح طفيفة نتيجة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف. المستشفى وعبر حسابه بفيسبوك أكد أن الحالات التي استقبلها خفيفة ولم تسجل أي حالة بتر جزئي أو كلي خلال هذا العام، واعتبر المستشفى الانخفاض الملحوظ في تسجيل الإصابات مؤشرا إيجابيا لهذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. قال المجلس البلدي مصراتة أن انتقائية المجتمع الدولي في فرض العقوبات على بعض الشخصيات وترك المعرقلين الحقيقيين سوف يضعف نتائجها. ودعا المجلس في بيان تحصلت النبأ على نسخة منها البعثة الأممية والدول الراعية والصديقة والمجتمع الدولي إلى متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي واتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لمعاقبة المعرقلين لتطبيقه. نفى ناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك المتداول عن تصدير النفط الليبي إلى تونس مقابل الحصول على سلع غذائية. كلام السلاك الذي أعلن عنه عبر تغريدة بتويتر يأتي عقب تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي، والتي أشار فيها إلى اتفاق تونس مع ليبيا لتصدير النفط مقابل السلع الغذائية عبر آلية المقاصصة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.